أهلا بكم. ما خفايا العلاقة الأمريكية بالميليشيات المدعومة من إيران على الأرض العراقية؟ ولماذا توفر واشنطن الغطاء للميليشيات بينما تصعد معها إعلاميا؟ وما الاستراتيجية الأمريكية المتوقعة للتعاطي مع الميليشيات في ضوء المستجدات الحالية والعقوبات الأمريكية على إيران؟ هل سيشهد العراق مواجهة أمريكية إيرانية على أرضه مثلما جاء في الواشنطن بوست؟ وكيف نقرأ التغييرات المفاجئة في مواقف الأحزاب والميليشيات تجاه الوجود الأمريكي رغم استفادة أو استهداف السفارة الأمريكية مرارا وتكرارا من قبل الميليشيات؟ وما معنى أن يقوم رئيس هيئة الحشد الشعبي بعفاء وعد القدو من مهام آمر اللواء 30 ذات الغالبية الشبكية، وكذلك أن يقوم رئيس هيئة الحشد الشعبي أيضا بعفاء حامد الجزائري نائب قائد سرايا الخراساني من مهام آمر اللواء 18 في الحشد من دون ذكر الأسباب؟ وماذا وراء تلويح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بأن واشنطن ستغلق سفارتها في العراق ما لم يتوقف استهدافها، وكذلك تصريحه أن الحشد يقف عائقا أمام استقرار العراق؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام خفايا وظواهر العلاقة الأمريكية بالميليشيات في العراق. نشاهد أولا هذا التقرير. بعد أن كانت الأحزاب بميليشياتها والكتل السياسية الموالية لإيران في العراق تظهر العداء وتشن الهجمات على قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية، أصبحت اليوم تخطب ودهم وتعلن البراءة من تلك الهجمات بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية تتجاوز العقوبات التقليدية وفقا لمصادر صحفية. الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران تسابقت في بيانات أكدت فيها براءتهم مما وصفوها بالعمليات المشبوهة والأنشطة العسكرية غير القانونية التي تستهدف مصالح أجنبية. رافق هذه التغييرات في مواقف الميليشيات إقالة آمر اللواء 30 في ميليشيا الحشد وعد القدو وزعيم ميليشيا سرايا الخراسان حامد الجزائري في محاولة لتغيير الوجوه بأخرى تحمل نفس الولاء لإيران. مصادر مطلعة تحدثت عن القلق لدى زعماء الأحزاب والكتل الموالية لإيران الذين أبلغوا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن ستتعامل مع كل من يسكت أو يتساهل إزاء استهداف قوات التحالف الدولي والسفارات باعتباره شريكا في الهجمات. صحيفة لوريون الفرنسية قالت إن الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدأت في تراجع خطوات، إلا أن الشكوك حول نواياها تبقى قائمة وأن حكومة الكاظمي أضعف من أن تكبح جماح الميليشيات وتحصر السلاح بيد الدولة. من جانبها اتهمت الخارجية الأمريكية ميليشيا الحشد بزعزعة الاستقرار في العراق، وأكدت أن إيران تلعب دورا تخريبيا في المنطقة منذ عام 1979 وتوصل دعمها للميليشيات التابعة لها بأموال ضخمة لا سيما في العراق. حملات مصادرة الأسلحة التي تقوم بها القوات الحكومية تستهدف الأسلحة الخفيفة بيد المدنيين بحسب موقع المونيتور الأمريكي، بينما لا تزال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بيد الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة. العراق أصبح ساحة للتدخلات الإقليمية والدولية ويعاني من أزمات غير مسبوقة كالفوضى الأمنية والتراجع الاقتصادي وتفشي الفساد بحسب صحيفة The Hill الأمريكية التي أشارت إلى أن التنافس الإقليمي على العراق دفع الشباب المتظاهر إلى الخروج ضد الأحزاب السياسية المدعومة إيرانياً. إذن نرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. مرحبا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل مرحبا بك. أبدأ معك سيادة العقيد، يعني بطبيعة الحال هناك خفايا للعلاقة الأمريكية بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق، وهناك ظواهر، والدليل أن الولايات المتحدة هي من قامت برعاية تشكيل الميليشيات عام 2003 وإلى هذه اللحظة، ولكن هناك أمور، يعني البعض يقول بأن العلاقة بينهما متوترة وتصعيدية، والآخر يقول هو اتفاق تحت الطاولة. نريد أن نفهم ما خفايا هذه العلاقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. حقيقة إذا جئنا لكي نرجع إلى جذور العلاقة، نعم،
ميليشيات الحشد الشعبي مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لنا أن نتكلم عن منظومة مستقلة تعمل بصورة منفردة، وإنما نحن نتكلم عن منظومة متكاملة تعمل وتعمل بإمرة إيران منذ زمن طويل. يعني لو جئنا للفترة الماضية نرى بأنه في الحرب العراقية الإيرانية كانت كثير من القيادات السياسية الآن التي تتصدر المشهد العراقي وتنتمي إلى ميليشيات الآن في الحشد الشعبي كانت تقاتل مع إيران، تقاتل العراق طوال فترة 8 سنوات لتلك الحرب. ثم بعد ذلك جاءت حرب الخليج الأولى، هذه الحرب أيضا تم استخدام هذه الميليشيات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وباتفاق مع إيران للدخول إلى المناطق الجنوبية والقيام بحرق مؤسسات الدولة وما إلى ذلك في تلك الفترة. إذن نحن نتكلم عن اتفاقات غير معلنة واتفاقات سابقة سبقت مسألة عام 2003. طوال هذه الفترة الميليشيات التي تتواجد الآن في العراق تتخذ من إيران مقر لها بالنسبة للتسليح وللتجهيز، بالإضافة إلى العمل الاستخباراتي ونقل المعلومات عن العراق إلى إيران وإلى أطراف أخرى. قبل عام 2003 كانت هناك العديد من المؤتمرات التي شهدت لما سميت بتلك الفترة بين قوسين المعارضة العراقية، حضرتها قيادة هذه الميليشيات سواء كانت سياسية أو عسكرية في لندن وفي أربيل، وتم اتفاق أنه تدخل هذه الميليشيات لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في عملية احتلال العراق. وكانت العديد من القوات التي عملت برفقة القوات الأمريكية سواء كانت في شمال العراق أو سواء كانت في الجنوب تعمل معها هذه الميليشيات، وقدمت لها الكثير من المعلومات وكذلك الدلالة على الكثير من الأهداف. بعد احتلال العراق عام 2003 لا شك بأن هذه الميليشيات يعني أخذت جانب كبير جدا في السياسة العراقية سواء على المشهد السياسي أو على المشهد العسكري، وصدرت قرارات من سلطة الائتلاف الموحدة لدمج هذه الميليشيات ضمن المؤسسة العسكرية. مثلا صدر القرار رقم 91 من بول برايمر بدمج 9 ميليشيات إلى القوات الأمنية والعسكرية، أي أن تكون النواة الأساسية لتشكيل الجيش العراقي. فمثلا دمجت القوات التابعة للحزبين الكرديين، ثم في الفقرة الثانية تم دمج 7 ميليشيات بالتسمية، يعني تدرج الميليشيات التالية ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكانت تشمل منظمة بدر وتشمل حزب الدعوة وتشمل حزب الله في العراق وتشمل كذلك الحزب الإسلامي العراقي وتشمل المؤتمر العراقي والوفاق الوطني بالإضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي. وبذلك تم دمج الكثير من هذه الميليشيات باتفاقات أمريكية إيرانية على أن تكون هي النواة الأساسية للقوات المسلحة العراقية في تلك الفترة. واستمرت عملية الدمج من عام 2003 وصولا إلى عام 2006 تفجيرات سامراء، حيث رأينا كيف قامت القوات العسكرية بإداء دور سلبي في هذه الحرب الأهلية التي جرت، وكيف استخدمت الآلة العسكرية الحكومية للتهجير وللقتل وإلى ما إلى ذلك والحرق المساجد وما إلى ذلك من أمور. حقيقة منذ تلك الفترة أصبح الميليشيات وجود، يعني مثلا وزارة الداخلية يسيطر عليها منظمة بدر منذ تلك الفترة، وتعاقب عليها الكثير من الذين ينتمون إلى هذه المنظمة مثل باقر جبر صولاغ أو الغبان أو الأعرجي أو الياسري، جميعهم ينتسبون إلى منظمة بدر. وتم دمج العشرات من الآلاف من هذه الميليشيات التابعة لهذه الأحزاب ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية. وصلنا تقريبا يعني وصلت الأمور إلى عام 2014. في عام 2014 في فترة المالكي الثانية أصبحت هذه الميليشيات تستعرض، يعني مثلا عندما قام هادي العامري بالانفصال عن المجلس الأعلى تم الانضمام إلى ائتلاف دولة القانون، كذلك مثلا قيس الخزعلي كان ينتمي للتيار الصدري تم الانشقاق وتم الانضمام أيضا إلى ائتلاف دولة القانون. أصبحت هذه الميليشيات تستعرض في بغداد في عام 2013 بسلاحها في ملاعب كرة القدم وفي الساحات بشكل علني. بعد عام 2014 أصبحت هذه الميليشيات لها كيان سياسي ولها كيان عسكري من خلال إنشاء جسم جديد باسم ميليشيات الحشد الشعبي بغطاء عسكري وقانوني. هذه الميليشيات التي تم تشكيلها تناقض الدستور العراقي في المادة 9 الذي يحظر تشكيل ميليشيات خارج القوات المسلحة العراقية، ولكن بما أنه الفاعل الشيعي هو من يسيطر على زمام الأمور وهو من يمتلك القرار السياسي والقرار العسكري، فقد تم تشكيل هذه الميليشيات خارج القوات المسلحة الأمريكية. إذن عندما نتكلم
القوات المسلحة العراقية. عندما نتكلم طوال هذه الفترة نتكلم عن توافقات وتفاهمات أمريكية إضافة إلى إيرانية، وهذه الميليشيات هي تعمل كجزء من المنظومة الإيرانية في المنطقة. يعني مثلا في عام 2003 قدمت إيران عن طريق الوسيط السويسري، قدمت عن طريق الوسيط والسفارة السويسرية إلى 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 السفارة الأمريكية، قدمت لهم عرض بأنه يمكن لإيران أن تتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية على مسائل كثيرة، منها تأمين الأمن والاستقرار بعد احتلال العراق، منها أن تكون هناك شفافية كاملة في مسألة الملف النووي الإيراني، منها تحويل ملف حزب الله إلى 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 إلى, إلى حزب سياسي بعيدا عن الجناح العسكري. وكل ذلك لم يتحقق. طبعا لأنه المشكلة بأنه في عام 2013 كان هناك عرض آخر عن طريق ألمانيا، قدم هذا العرض أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العرض أيضا كان يشمل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وفي العراق، وتقاسم النفوذ في المنطقة ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. إذن نحن نتكلم عن خفايا لعلاقة طويلة جدا من التفاهمات والاتفاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهذه الميليشيات هي أداة تعمل لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه الفترة. حتى وصلنا إلى هذه الفترة عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم الذي قدم لميليشيات الحشد الشعبي بعد أن تم تشكيلها في عام 2014، حيث طوال هذه الفترة كان هناك دعم عسكري ودعم مالي يقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الميليشيات. إذن نحن أمام اتفاقات سرية وهناك اتفاقات غير معلنة مع وجود خطاب إعلامي ما بين الطرفين، تراشقات ومهاترات إعلامية. اسمح لي في هذه النقطة سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، لماذا توفر الولايات المتحدة الغطاء والشرعية للميليشيات منذ العام 2003 وحتى الآن بينما تصعد معها إعلاميا؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الأستاذ حاتم الفلاحي. ببساطة لأن هذه الميليشيات توفر للإدارة الأمريكية، إدارة الاحتلال الأمريكي، ما عجزت عنه أو عن تحقيقه بالاحتلال المباشر في إطار المشروع الاستراتيجي وهو مشروع تدمير العراق وتأمين العدو الصهيوني. وبالتالي هذه الميليشيات يعني تخدم المشروع الأمريكي، وانطلاقا أيضا هذا في الإطار العام وهو المشروع الإيراني الذي يخدم الولايات المتحدة ويخدم المشروع الصهيوني أيضا ويحقق أغراضها، يعني أغراض هذين المشروعين الأمريكي والصهيوني. وبالتالي في الميليشيات أو في الإدارة الأمريكية كما تفضل الأستاذ حاتم الفلاحي تقدم الدعم والإسناد والتمويل لهذه الميليشيات، وهذا ما شهدناه طيلة السنوات 17 الماضية، يعني في كل المراحل التي شهدها العراق سواء في مرحلة المقاومة العسكرية للاحتلال الأمريكي أو في المراحل اللاحقة لذلك، وجدنا أن هذه الميليشيات تحظى بنفوذ كبير وتحظى بدعم كبير، وإن اختلفت أشكال هذا الدعم وإن اختلفت مدياته، ولكن في الإطار العام هناك دعم مستمر من جانب الإدارة الأمريكية لهذه الميليشيات التي تخدم توجهات الإدارات الأمريكية جراء غزو واحتلال العراق. الأساس هو تدمير هذا البلد وقتل شعبه ونهب موارده، ولا يوجد من يقوم بهذه المهمة على نحو أفضل من هذه العصابات الإرهابية التي تأتمر بأوامر إيران والتي سبقها قاتلت تحت العلم الإيراني، قاتلت أبناء العراق في ثمانينات القرن العشرين. أستاذ حاتم، قبيل الانتخابات الأمريكية يرى البعض أننا ربما نشهد بعض المستجدات على الأرض العراقية، يعني الواشنطن بوست ترى أن هناك ربما تكون في الأسابيع المقبلة مواجهات أمريكية إيرانية على الأرض العراقية بما يتواكب مع الانتخابات الأمريكية. هل سنشهد ربما تغييرات معينة، مستجدات معينة، لا سيما أن وزير الخارجية الأمريكي يعني في تصريح له قال إن الحشد الشعبي يزعزع أمن العراق؟ نعم، لا شك. يعني بداية دعني أعرج على مسألة مهمة، يعني إيران مهمة للولايات المتحدة الأمريكية،
إيران الآن حولت الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع عربي فارسي. نعم. ورأينا مسألة هرولة التطبيع في الفترة الماضية لعدد من الدول العربية بسبب التهديدات الإيرانية للمنطقة. هذا الأمر ما كان يحصل لولا الدور الكبير الذي أعطي لإيران لاجتياح العديد من الدول العربية. يعني عندما تخرج القيادات الإيرانية وتصرح بأن هناك 4 عواصم عربية تحتل الآن من قبل إيران، وأن إيران تسيطر عليها وهم يعملون على السيطرة على العاصمة الخامسة، يعني ولولا تدخل المملكة العربية السعودية باتجاه البحرين لكنا أمام أيضا تطورات جديدة في المشهد في المنطقة. إذن نحن نتكلم عن إطلاق يد إيران من قبل إدارة أوباما في الفترة السابقة مقابل إنجاز الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في تلك الفترة، فسمح لإيران بالتمدد. يعني عندما نتكلم الآن عن عداء الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، لماذا سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات التي تعمل بإمرة إيران سواء كانت أفغانية أو كانت باكستانية أو كانت عراقية أن تتنقل للقتال في سوريا؟ إذن نحن أمام مشروع توسعي إيراني في المنطقة بمباركة أمريكية. الأمر الآخر بأنه إيران لا زالت مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تعتبر الآن إيران هي البقرة الحلوب التي يعني تحلب ذهبا للولايات المتحدة الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بابتزاز دول الخليج العربي بشكل كبير جدا، وما يجري الآن من عملية تطبيع وشراء للأسلحة أو تقديم الحماية من قبل قوات أمريكية تأتي إلى السعودية بعد هجمات أرامكو أو إلى بلدان أخرى، ما هي إلا نتيجة الصراع الذي تجريه إيران مع هذه الدول العربية. إذن أنا أعتقد أنه مسألة الصراع مع إيران الآن يعني لا يمكن الجزم بأنه يمكن أن تكون هناك ضربات محدودة، نعم، ولكن لن يكون هناك صراع مفتوح، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي مقبلة على انتخابات، وهذه الانتخابات يتم فيها تحديد السياسة الأمريكية المقبلة حسب طبيعة الإدارة الأمريكية. يعني إدارة أوباما عندما كانت أنجزت الاتفاق النووي، بينما إدارة ترامب رفضت هذا الاتفاق لأنها ضمن هامش الذي يعطى للرئيس أو للإدارة الأمريكية في تحديدها في منطقة الشرق الأوسط. لأنه الكثير عندما نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتكلم عن دولة مؤسسات، لا نتكلم عن خيارات للرئيس فقط أو لجهة معينة. إذن نحن نتكلم عن منظومة متكاملة تعمل مع إدارة الرئيس ضمن خيارات معينة. الآن ما يجري في العراق هو عملية ممارسة ضغوطات، هذه الضغوطات تمارس من قبل الطرفين. هناك إعادة للعقوبات الأمريكية سناب باك على إيران، نعم. هذه تسبب إشكالات كبيرة جدا، ومنها بأنه العملة الإيرانية تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ الحصار الذي فرض عليها إلى يومنا هذا. هذا الأمر الأول. المسألة الأخرى بأن العراق الآن هو يشكل الرئة التي تتنفس منها طهران حقيقة. يعني عملية فرض عقوبات على العراق نتيجة اصطفاف العراق مع إيران سيسبب مشاكل كبيرة جدا لإيران، وبالتالي نرى بأن الهرولة الآن ليس من قبل قادة الميليشيات فقط، وإنما حتى من قبل القيادات السياسية الإيرانية بأنه يجب حماية البعثات الدبلوماسية وما إلى ذلك، وهو تراجع كبير في الموقف الإيراني في هذه الفترة، علما بأنه التصعيد الذي جاء من قبل ميليشيات الحشد الشعبي كان بدفع إيراني، لأنه إيران إن هذه الميليشيات تأتمر بإمرة إيران ولا يمكن لها أن تقفز على الإملاءات الإيرانية بأي شكل من الأشكال. إذن نحن أمام وضع معقد جدا في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية عملية الانسحاب من بغداد هي هزيمة، وهزيمة كبيرة جدا للولايات المتحدة. لا يعقل يعني أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت أمام ميليشيات للحشد الشعبي مهما كانت مسمياتها الآن في العراق. إذن نحن أمام إشكالية حقيقية. هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط سياسيا لكي تتجاوز هذه الفترة إلى ما بعد الانتخابات لكي يكون الرئيس في خيارات واسعة من الخيارات أمام العراق أو أمام إيران في التعامل مع هذه الميليشيات، وبنفس الوقت هو يمارس الضغط على حكومة الكاظمي التي حاولت طوال الفترة الماضية أن تلعب على توازنات صعبة وأن تحاول مسك العصا من المنتصف؟ إذن نحن أمام إشكالية حقيقية سواء كانت داخلية أو سواء كانت خارجية. يعني الآن حتى عندما نتكلم عن الجهات السياسية للصدر أو غير الصدر، وكأنما الضربات التي تتوجه الآن للسفارة الأمريكية أو للأرتال الأمريكية أو للجيش الأمريكي هي جديدة. هذه الضربات هي منذ مدة طويلة. ما الذي جعل الآن هذه الأطراف السياسية الآن تتداعى لإصدار البيانات والتهرب من المسؤولية؟ إذن عندما يرون القضية فيها جد
وعندما يرون بأن هناك تصعيد حقيقي، لأن تداعيات هذه تداعيات الإجراءات الأمريكية على العراق ستكون كبيرة جدا. يعني في بعض الأمرار الاتحاد السوفيتي عندما انهار لم ينهار بسبب تهديد عسكري، وإنما انهار بسبب التهديد الاقتصادي. الآن عملية يعني إيقاف الدعم الأمريكي أو سحب يد أمريكا من العراق هو عملية انهيار للدولة العراقية بكل مفاصلها. إذن نحن أمام إشكال حقيقي في العراق. أستاذ مصطفى، الواشنطن بوست تتوقع مواجهة أمريكية إيرانية على أرض العراق، يعني سبق ذلك الكثير من المستجدات. يعني لو تحدثنا مثلا قبل شهور أو يعني منذ اغتيال قاسم سليماني، الميليشيات هددت ويعني استهدفت السفارة الأمريكية وهددت بضرب المصالح الأمريكية وكذلك قوة التحالف الدولي. الآن كيف تنظر إلى الأمر؟ هل سنشهد قبيل الانتخابات الأمريكية مستجدات ما؟ يعني النظام الإيراني يسعى بكل جد وبكل رغبة حقيقية من جانب هذا النظام لإشعال صراع أو نيران صراع في العراق في إطار التنافس الأمريكي الإيراني على مديات النفوذ في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. يعني هو ليس صراعا استراتيجيا، وإنما هو تنافس وخلاف على مديات النفوذ وحدودها وعمق هذا النفوذ بين الطرفين الأمريكي والإيراني. وهناك كما قلت دفع إيراني حقيقي لهذه المساعي لإشعال هذا الصراع في محاولة لإحراج الإدارة الأمريكية ويعني إدارة ترامب بخسائر معينة في مرحلة ما قبل مرحلة ما قبل الانتخابات الأمريكية. يعني هذا شاهدناه بشكل واضح، والأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين أو الأيام القليلة الماضية بعد التهديدات التي نقلها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي تحدثت عنها وكالة الصحافة الفرنسية يوم أمس نقلا عن دبلوماسي أوروبي في بغداد، قالت أن بومبيو أبلغ صالح والكاظمي أن الإدارة الأمريكية ليست منزعجة وإنما منزعجة فحسب، وإنما منزعجة جدا 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 مما يجري في العراق. وبالتالي ما حدث بعد هذه المكالمات مع الكاظمي وبرهان صالح من استمرار للأعمال يعني الصبيانية والإرهابية، هذا اليوم قتلوا 6 مواطنين في منطقة أبو غريب بصواريخ إجرامية وإرهابية، من الواضح أن هناك صار إيراني على حرق العراق، لأن هذا أيضا يخدم المشروع الفارسي الذي تنطلق كل التصرفات الإيرانية في العراق من خلاله، والذي يهدف إلى يعني الانتقام من العراق بشكل أو بآخر. هذا أمر واضح، والولايات المتحدة تعرف هذا جيدا، ولذلك هي ترفض الخضوع للابتزاز الإيراني حتى وإن كان محدود، ولكن هو محاولة كما قلت لإحراج الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية لن تسمح بذلك. أستاذ حاتم، يعني بلا شك أن هناك محددات للمصالح المشتركة الإيرانية والأمريكية، الميليشيات تنفذ ما يتم الاتفاق عليه على الأرض. يعني ليس هناك ملف أمني ناجح، ليس هناك أي شيء أو بوادر إيجابية على الأرض منذ احتلال العراق. الأمريكيين أو الأمريكيون اختاروا أن تكون هذه الميليشيات ميليشيات طائفية، بالتالي هناك تخويف دائما من البعبع الطائفي في المنطقة لاستثمارها. ولكن نريد أن نفهم هنا، يعني هناك عقوبات على إيران، بنفس الوقت هناك مساحة لإيران تتحرك من خلالها في 4 عواصم أو في 4 دول عربية. ما هي محددات هذه المصالح؟ كيف تتحدد المصلحة الأمريكية الإيرانية المشتركة؟ نعم، بداية دعني أعرج على مسألة مهمة جدا. يعني نعم، إيران منذ عام 1979 ترفع شعار تحرير القدس. نعم، وشكلت فيلق القدس الإيراني، وكان سليماني قائدا لهذا الفيلق،
ولكن حقيقة هذا الفيلق لم يقم بأي عملية باتجاه القدس، وإنما أغلب العمليات التي نفذتها إيران من خلال الميليشيات الموجودة سواء كانت في العراق أو أي في البلدان الأخرى هي باتجاه العرب السنة، يعني في العراق أو في اليمن أو في سوريا. يعني هذه الميليشيات قتلت ودمرت هذه البلدان وخربتها وحولتها إلى دول فاشلة. يعني عندما نتكلم الآن على الدور الإيراني في المنطقة هو دور تخريبي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ومن يريد أن يرى العراق ويرى سوريا ويرى اليمن وماذا جرى بها خلال هذه الفترة. السؤال هو كيف قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي والدعم الجوي لهذه الميليشيات؟ إذن نحن نتكلم عن إرادة سياسية أمريكية اتفقت خلال الفترة الماضية حسب المصالح التي تطابقت ما بين الطرفين على القيام بدعم هذه الميليشيات. يعني عندما يخاطب أوباما يرسل رسالة إلى الخامنئي في عام 2014 بعد اجتياح تنظيم الدولة ويقول بأنه هناك مصالح مشتركة تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتنفيذها في المنطقة، وتجري هناك اتفاقات سرية بحيث يشترط الوفد الإيراني على الأمريكان بأن تكون هذه أولا تكون المفاوضات ندية، المسألة الثانية أن تكون على أعلى مستوى من المسؤولين، المسألة الثالثة أن تكون بعيدة عن صخب الآلة الإعلامية الأمريكية. دائما الخطاب الإيراني هو خطاب مستفز، خطاب فيه من المهاترات ومن الشعارات الكثير، ولكن إيران لا تتصرف بناء على هذه الشعارات التي ترفعها، وإنما تتصرف ببراغماتية عالية مع الغرب وتتفق على مصالح كثيرة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما يقوم القنصل الإيراني الأمريكي بزيارة جرح الحشد الشعبي في البصرة، وها حادثة معروفة في العراق، إذن نحن نتكلم عن سياق لإدارة أمريكية تتعامل مع هذه الميليشيات وتتعامل مع إيران حسب المصالح التي تنفذ ما بين الطرفين، المصالح المشتركة التي قال عنها أوباما، علما بأنه إيران عندما صرح أوباما التصريح الثاني على هذا الأمر لم تستطع أن ترفض هذا التصريح. يعني لم تقل بأن هذا التصريح غير صحيح، وإنما صمتت على هذه التصريحات لأنها تعرف بأن هذه التصريحات حقيقية، لأنه بعدها تم الاتفاق في عام 2015 على الاتفاق النووي 5+1 مع الولايات المتحدة الأمريكية. محددات هذا الصراع هي محددات المصالح ما بين الطرفين. يعني عندما جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة كانت هناك انعطافة كبيرة جدا في السياسة الأمريكية في المنطقة باتجاه إيران، وكانت هناك انسحاب من الملف الاتفاق النووي، كانت هناك عقوبات أمريكية كبيرة جدا على إيران. إذن نحن نتكلم عن سياسة جديدة تتبع مع إيران حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية، لأن هذه القضية الآن جعلت الدول العربية تهرب لاتجاه إسرائيل، ابتزت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج، إذن هناك مصالح تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها الآن من خلال الصراع مع إيران. يعني ترامب يتكلم الآن يقول بأنه إذا فزنا في ولاية ثانية سيكون هناك اتفاق جيد وكبير مع إيران، ستتحول إلى دولة فاحشة الثراء. إذن نحن نتكلم عن مصالح، لا نتكلم عن سياسة مقطوعة في التعامل مع إيران، وإنما حسب ما تقتضيه الضرورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بالنسبة لإيران. هذه القضية هي التي تحدد طبيعة العلاقة ما بين إيران. يعني الآن حتى مسألة الميليشيات هي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتقول للولايات المتحدة الأمريكية إذا أردتم التفاهم معنا عليكم أن تجلسوا مع من؟ عليكم أن تجلسوا مع إيران وتتفقوا مع إيران، وإحنا سنقوم بتنفيذ ما يمكن تنفيذه. أما عندما نتكلم عن المحددات الداخلية بالنسبة للعراق، المشكلة بأن حكومة الكاظمي جاءت على تراكمات كبيرة جداً نتيجة الحكومات السابقة التي عملت طوال الفترة الماضية والتي مكنت الميليشيات بشكل كبير جداً، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الأحد الأسباب الرئيسية في تمكين الميليشيات وإيصالها إلى ما وصلت عليه الآن. لأن عندما يسمح لهذه الميليشيات التي الدستور العراقي يقول بأنه لا يمكن الذي يعمل في العمل المسلح أن يكون له دور سياسي، ويجب عليه أن يختار ما بين العمل السياسي وما بين العمل العسكري، ثم يسمح لهذه الميليشيات بممارسة الدورين السياسي والعسكري، وتصمت عليه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويصمت عليه القضاء العراقي، وتصمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن أمام تواطؤ كامل لهذه السلطات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما تتكلم صحيفة دير شبيغل وتقول بأنه أغلب الانتهاكات التي جرت لحقوق الإنسان وعملية الاغتصاب التي جرت في بعض المناطق جرت بدراية كاملة من القوات الأمريكية، إذن نحن نتكلم عن تطابق مصالح في فترة معينة وافترقت في فترة أخرى. لذلك حتى الآن هذا التصعيد
هذا التصعيد هو عملية ممارسة الضغط والضغوطات القصوى بالنسبة لأمريكا على إيران لتقديم أكبر ما يمكن من التنازلات، وبنفس الوقت أيضا إيران تحاول أن تضغط عن طريق ميليشيات الحشد الشعبي بتحويل العراق إلى ساحة للصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا تم تدمير العراق إيران ليس لديها شيء تخسره في العراق، يعني بالنسبة لها أمين العراق يعتبر الحديقة الخلفية بالنسبة لإيران، وهذه الميليشيات هي التي تنفذ السياسة الإيرانية في العراق. ابقى معي أستاذ حاتم. أستاذ مصطفى، يعني من وجهة نظرك هل سنشهد ربما تغييرات مفاجئة في مواقف الأحزاب ومواقف الميليشيات تجاه الوجود الأمريكي في العراق؟ يعني هذه التغيرات أنا أعتقد أنها ستكون إعلامية فقط، لأن حالة الهلع شديدة التي يعيشها الآن أفراد هذه الميليشيات وزعماءها الإرهابيين واضح من خلال بيانات التبرع التي أعلنتها هذه القوى والميليشيات الإرهابية، سواء يعني أنا قلت القوى هو الشكل السياسي لهذه الميليشيات، كلها تحاول أن تتبرع من ما يجري ضد السفارة الأمريكية أو ضد بعض القواعد مثل القاعدة القريبة من مطار بغداد أو ضد الأقتال العسكرية التابعة للقوات الأمريكية والاتحالف الدولي ضد تنظيم داعش. فكل هذه الميليشيات تحاول التبرع، لكنها في الحقيقة لن تقوم بأي عمل جدي باتجاه آخر، لأنها خاضعة تماما للإملاءات الإيرانية أو للأوامر الإيرانية التي تطالبها بحرق العراق، وهي يعني لا تنتمي لهذا البلد، هذه الميليشيات لا تنتمي لهذا البلد، وبالتالي مستعدة في سبيل انتمائها السياسي أو العقائدي يعني لتنفيذ كل ما تطلبه الحكومة الإيرانية أو أجهزة النظام الإيراني الاستخبارية والأمنية والسياسية والعقائدية منها. أستاذ مصطفى، في نقطة مهمة أيضا، يعني كيف تقرأ إقالة وعد القد وحامد الجزائري؟ يعني هذه الإقالات لا قيمة لها في الحقيقة، هي استبدال وجوه بوجوه أخرى. المهم ليس الوجوه، المهم المنهج الذي يحكم هذه الميليشيات ويدير عملياتها ويحرك أذرعها، ويعني هم أنشأوا أصلا ميليشيات بديلة بتسميات بديلة، أصحاب الكهف وغيرها، كل هذه هي امتداد للميليشيات الإرهابية المعروفة كتائب حزب الله والنجباء واليوم الموعود وعصائد أهل الحق وإلى آخره، طبعا وميليشيا بدر وكل ما خرج من التيار الصدري من عصابات إرهابية وإجرامية، كل هذه الحقيقة يعني وجوه جديدة تحاول أن تقدمها هذه الميليشيات في إطار عملية التبرع التي يعني تقوم بها نتيجة الهلع الذي أصابها، لكن من الواضح أن يعني هذه الأمور لا تقنع قتلا في العراق، الجميع يعرف من يقف وراء هذه الجرائم الإرهابية والممارسات المقصودة لحرق العراق، إيران وميليشياتها أيا كانت التسميات وأيا كانت الوجوه هي من يقوم بهذه العمليات الإرهابية، وهو كله في إطار التنافس على النفوذ مع الإدارة الأمريكية في العراق وفي محيط العراق. لا يوجد صراع جدي، بالتأكيد هناك مصالح بين الأطراف المعنية، وكل الأطراف لها حدود ومديات تذهب إليها، حتى عندما قتل قاسم سليماني الإرهابي الكبير في بغداد، يعني كل ما قامت به الحكومة الإيرانية هو عمل استعراضي ربما يكون باتفاق كما يقول بعض الخبراء والمحللين وتشير بعض التقارير السياسية الاستخبارية، أنه باتفاق عبر جهات معينة عراقية أو أوروبية وربما عربية أيضا لقصف قاعدة عين الأسد، الذي لم يحدث إصابة واحدة جرحا واحدا بجندي أمريكي واحد، وإنما تهدمت بعض المواقع التي أصلا كانت مبنية في هذه القاعدة التي تحتلها الإدارة أو القوات الأمريكية.
يعني هذا هو كله ما يجري في نعم استاذ مصطفى. ابقى معي استاذ مصطفى. استبدلت وجوه او لم تستبدل؟ جاءت تسميات جديده ام لم ساعود اليك استاذ مصطفى مره اخرى. استاذ حاتم، يعني إذا كيف تقتضي المصلحة الأمريكية أن تكون هناك عقوبات على إيران، وأيضا من جهة أخرى يكون هناك يعني تنفيذ لمشروع التغيير الديموغرافي؟ يعني ما هي المصلحة الأمريكية مثلا من المشروع الديموغرافي الذي ينفذ في العراق؟ نعم، بداية دعني أتطرق إلى بعض النقاط المهمة. يعني نعم. في مسألة التغييرات التي تجري في قيادات الحشد الشعبي الآن، إذا كانت الحكومة قادرة على التغيير وقادرة على المواجهة، لماذا لا تقوم بإرجاع النازحين إلى جرف الصخر؟ لماذا لا تسترد هذه المنطقة التي تحولت إلى قاعدة إيرانية تدار من قبل ميليشيات تابعة إلى الحكومة وتعمل ضمن الحشد الشعبي؟ أنا أعتقد بأن الكثير من الشعارات سقطت الآن. يعني حكومة الكاظمي عندما يقول الآن بأنه يريد استرجاع سيادة وهيبة الدولة، طيب في حادثة الدورة تم مسك خلية مكونة من 14 شخص وشخص أجنبي وقواعد صواريخ وأسلحة كاتمة وأجهزة ملاحة والكثير من الأسلحة الأخرى، وكذلك تم تسليمهم هؤلاء إلى القضاء. لماذا تم إطلاق سراح هؤلاء؟ إذا الدولة غير والحكومة غير قادرة على إيقاف صواريخ تطلق في العاصمة بغداد، كيف له أن يقوم بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على بقية المناطق الأخرى؟ طيب، عندما قام بإغلاق مقر لثأر الله في البصرة، لماذا عندما قامت هذه الميليشيا بفتح هذا المقر عنوة، لماذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة باتجاه هذه الميليشيات؟ طيب، عندما جرت مداهمة عشيرة العساكرة للتفتيش ورفضت هذه العشيرة دخول القوات الأمنية، إذن نحن نتكلم عن حقيقة عن دويلات قائمة مدعومة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، استغلوا هذه الفترة في الفترة الماضية عن طريق بعض شيوخ العشائر الذين كسبوا ولاءات الكثير من العشائر، وبالتالي استطاعوا أن يقوموا بتجنيد هذه العشائر لمواجهة الدولة في مثل هذه القضية. نحن نتكلم عن دولة ضعيفة غير قادرة على المواجهة، بحيث عندما يضطر إلى إرسال قوة من مكافحة جهاز مكافحة الإرهاب من بغداد إلى الناصرية لكي تقوم بتنفيذ الواجب، إذن نحن أمام إشكالية حقيقية في هذه القوات المحسوبة على الدولة ولكنها لا تأتمر بأمرة الدولة أو لا تستطيع أن تنفذ هذه الأوامر. نحن أمام إشكالية حقيقة في هذه القضية. نحن عندما نتكلم الآن على مسألة الشعارات التي ترفع من قبل هذه الميليشيات، سقطت جميع الشعارات التي ترفعها في مسألة حماية الشيعة وحماية المذهب. الآن من يقتل المتظاهرين في العراق؟ من يقوم بعمليات الاغتيال؟ هذه الميليشيات التي لحد هذه اللحظة لم يقدم أحد للمحاكمة من قبل حكومة الكاظمي، ثم يأتي الكاظمي لكي يتكلم عن سيادة الدولة ويتكلم عن فرض القانون. يعني نحن في العراق حقيقة أمام فعلا لا دولة الآن، نحن أمام دويلة. يعني الصدر الآن عندما يتكلم الآن عن عدم الإطلاق، طيب أنت عندك ميليشيات، لماذا لا تسلم أسلحتك إلى الدولة؟ الجميع يحتفظ بالأسلحة، الجميع لديه ميليشيات، الجميع يعمل مثل ما يريد، وبالتالي عندما يتكلمون أنهم غير راضين على ما يجري في العراق. هذه الفوضى التي يمر فيها العراق هي نتيجة الإشكالات الكبيرة جدا في عملية الحكم وكيفية التعامل الطائفي مع طائفة معينة بازدواجية على حساب بقية الطوائف الأخرى. مسألة عملية التغيير الديموغرافي التي تقوم بها إيران في المنطقة هو مشروع إيراني توسعي بكل ما تعني هذه الكلمة. هذا يعني أن هناك رعاية أمريكية لهذا المشروع على اعتبار أن أمريكا هي رعت يعني تشكيل الميليشيات وأعطتها الغطاء الكامل منذ عام 2003 وحتى الآن. نعم، بشكل عام المشروع الأمريكي في المنطقة يقوم على دعم الأقليات وتمردها على الغالبية العظمى من الشعوب. يعني الآن نأتي إلى الأسد في سوريا. لا. الآن الطائفة العلوية هي أقلية، ولكن مع هذا تدعم من قبل روسيا، تدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمت من قبل إسرائيل بتسريب الكثير من المعلومات في بداية الأمر، وتدعم من قبل إيران وعلى مرأة ومسمع من النظام الدولي. عندما نأتي إلى العراق الآن، حتى الشيعة ليست هناك بيانات تثبت بأن الشيعة هم غالبية في العراق، ومع هذا تعاملت معهم منذ اليوم الأول للدخول الاحتلال بدون الاستناد إلى أي شيء يثبت ذلك، تعاملت معهم بأنهم الغالبية
الشعبية وتعاملت على هذا الأساس. الآن حتى في اليمن الحوثي هم أقلية وليس هم الأكثرية من الشعب. المشروع بشكل عام في المنطقة يقوم على دعم الأقليات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل ومن قبل إيران لإحداث عملية تغيير ديموغرافي وتدمير هذه الدول التي يمكن أن تشكل خطرا على إسرائيل، ومنها العراق عندما قاموا باحتلاله عام 2003. نعم أستاذ مصطفى، إيران تسعى إلى التهدئة في العراق مقابل تخفيف العقوبات عليها، هكذا هذا ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. يعني ما يعني العقوبات وتخفيف العقوبات؟ هذا الأمر دائما ما يتكرر في وسائل الإعلام الأمريكية. لو نرى المخرجات على الأرض في العراق نرى أن هناك مشروعا ديموغرافيا تنفذ على يد الميليشيات المدعومة من إيران. نريد أن نعرف يعني ما علاقة العقوبات الأمريكية بما يجري في العراق من مشاريع تغيير ديموغرافي على يد أدوات إيرانية متمثلة بالميليشيات التي بالتأكيد متحصلة على غطاء أمريكي. يعني إيران عندما احتلت العراق وعندما احتلت سوريا وعندما احتلت لبنان وعندما احتلت اليمن فإنها لم تفعل رغبة بالوجود فقط، وإنما رغبة في ابتزاز الأطراف المقابلة لتحقيق مصالح لها ضمن المشروع الفارسي الذي يحرك كل هذه الدوافع الإيرانية عبر التاريخ. وبالتالي عندما تتحدث عن تخفيف العقوبات مقابل يعني المفروضة عليها مقابل تخفيف التصعيد أو يعني تبريد الأجواء في العراق، فهذا يؤكد أن ما تقوم به في العراق من عملية حرب مستمر وتصعيد مستمر ويعني إشعال للفتن والفتن الطائفية والسياسية والعرقية، كل ذلك يأتي لتحقيق مصلحة والابتزاز الأطراف المقابلة. وإلا ما علاقة العراق وغير العراق بإيران؟ إيران فعلت هذا كما قلت وأكرر دائما، أكرر مرة أخرى وأكرر دائما أيضا، أنها تفعل انطلاقا من تحقيق المصالح العليا للمشروع الفارسي الذي يسعى إلى إقامة إمبراطورية فارسية مرة ثانية في المنطقة، وهي لا تخفي ذلك. عندما تتحدث عن العراق تتحدث عنه باعتباره حديقة خلفية لها، وأنها هي من تقود وأنها هي من تقرر الأمور وهي من تحكم وتتحكم بكل شيء، وهذا واضح. والولايات المتحدة أيضا تعلم ذلك جيدا، ولذلك هي تجري في بعض الأحيان، وهذا يعني بالمناسبة ابتدأ حتى قبل غزو العراق وشاهدناه في عدة مرات بعد غزو العراق، في حصلت عدة مفاوضات في العراق وفي دول أخرى أيضا، كما يقال أن الآن بعض العواصم العربية تشهد يعني نوعا من المفاوضات أو المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. كل ذلك يجري ابتزازا في الإدارة الأمريكية، وأيضا يعني متاجرة بالقضايا التي أو الشعارات التي ترفعها الجهات الإيرانية، فلا تحرير فلسطين ولا تحرير القدس ولا معاداة إسرائيل كما يقولون ولا تسقط أمريكا ولا أي شيء من هذا، وإنما كله يجري لتحقيق المصالح العليا للنظام الإيراني والمشروع النظام الإيراني الذي يعمل ضمن المشروع الفارس. وهذا رأيناه كما قلت في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق، في أي مكان يمكن أن تندلع فيه فتنة طائفية أو سياسية تكون إيران وأصابعها الخبيثة وراءها، تجد يعني المفاوضات والمساومات. حتى نصرة الشيعة، مبدأ نصرة الشيعة ونصرة المذهب وإلى آخره، يعني ماذا قدمت إيران للشيعة؟ الآن هناك صراع أرميني أذربيجاني، الولايات إيران تقف مع أرمينيا وأذربيجان التي يشكل السكان فيها غالبية شيعية، إذن هي تنطلق من مصالحها وليس من مبادئ التي تتحدث عنها، هي لا توجد مبادئ، هذه مجرد شعارات
للاستهلاك ولخداع الناس السدج ولكسب مزيد من الأموال ولحلب مزيد من الأموال سواء من العراق أو من غير العراق، وهذا واضح في كل الخطوات الإيرانية. نعم، شكرا أستاذ مصطفى. أستاذ حاتم، الاستراتيجية الأمريكية المتوقعة للتعاطي مع الميليشيات خلال المرحلة المقبلة، هناك مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، يعني ما هي توقعاتك كاستراتيجية أمريكية تجاه هذه الميليشيات؟ الكثير في قبل أشهر قليلة يتحدث عن قصقصة أجنحة إيران في العراق، ولكن لم نرى شيئا سوى تهديد وتصريحات ولا يتم تنفيذ أي شيء من هذه التهديدات. نعم، لا شك الآن الأمور في تصاعد، يعني الخلاف الآن وصل إلى مراحل لم يصل إليها قبل هذه الفترة، وبالتالي قد نكون نحن أمام خيارات مفتوحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه الميليشيات أو حتى التعامل مع إيران خلال الفترة المقبلة. هناك تصريح لباتريوس عندما كان مدير الاستخبارات العسكرية يقول بأنه الميليشيات الحشد الشعبي ستكون أشد خطرا على الدولة العراقية من تنظيم الدولة في تلك الفترة. يعني الآن عندما يتكلمون قادة الحشد، يعني طوال الفترة الماضية الموت لأمريكا والشعارات التي يرفعونها كثيرة، يعني ولكن هم يستلمون الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم لهم الدعم الجوي، يعني في آمرلي سليماني كان على رأس القوات في الفلوجة وفي مناطق أخرى كان أيضا على رأس قوات الحشد الشعبي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدم الدعم الجوي وكانت تقدم الدعم المالي والعسكري. هناك أسلحة أمريكية يقاتل بها الحشد الشعبي طوال الفترة الماضية. نحن نتكلم عن اتفاقات كبيرة جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين ميليشيات الحشد الشعبي، ولكن يبدو بأننا قد وصلنا إلى مسألة لا رجع في العلاقة الآن نتيجة التصعيد الذي تقوم به هذه الميليشيات مع الولايات المتحدة الأمريكية بضرب مقرات عسكرية وبضرب السفارة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد بأن الخيارات ستكون يعني مفتوحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هل سنشهد مثلا اغتيالات على غرار اغتيال سليماني؟ أكيد، يعني من ضمن الخيارات الأمريكية بأنه هناك حسب التسريبات بأن هناك أكثر من 120 هدف مثبتة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعامل معها بأريحية كبيرة جدا. المسألة الأخرى، يمكن الآن بالولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى كردستان العراق وإلى مناطق عين الأسد، هذه القاعدة العسكرية التي حتى لو تم الاتفاق الآن على خروج القوات الأمريكية فلن تخلى قبل سنة أخرى من الآن حسب الاتفاقات التي جرت ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لها أن تقوم بتوجيه ضربات جوية كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة لميليشيات الحشد الشعبي، ويمكن أن تصل هناك بعض الضربات المحدودة حتى إلى إيران خلال هذه الفترة أو الفترة المقبلة. أنا أعتقد بأن هذا الشهر هو حاسم بالنسبة للإدارة الأمريكية، إما أن تعاد فترة أخرى بمسألة الإدارة تأخذ فترة رئاسية أخرى للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا ستكون الخيارات فعلا مفتوحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في إما إبرام صفقة أو التصعيد العسكري مع إيران خلال هذه الفترة ومع هذه الميليشيات، وإما أن تكون هناك إدارة أخرى أيضا ستتعامل مع الملفات حسب ما تقتضيها السياسة التي تراها مناسبة هذه الإدارة. ولكن الشيء المهم بأنه الخيار العسكري للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت هناك خسائر فسيكون هناك رد أمريكي أعتقد مباشر وسريع جدا. شكرا جزيلا لضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ حاتم الفلاحي، العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.